صراحة بعض الناس خوفوني من هاي الخطوة، إن أنت بتدخلين في موضوع الدين والعصرية. لا بالعكس، أنا طبعا بالنهاية ما أقدر أفتي وليس من حقي إني أفتي. أنا بس أحب أوضح صورة إني أنا قاعدة أغير لوك، يعني بس المحجبة أو اللي تبى تتحجب أنا بساعدها بطريقة لبسها. هذه الفكرة والهدف من برنامجي، لأن المحجبة وغير محجبة في النهاية لازم تلبس، ومش غلط إن دايما نحن نتطور ونكون الأحلى. وغير محجبة بعد أنا مستعدة إني أستضيفها في برنامجي. وصلنا نحن لعصر الموضة وعصر البراندات اللي هي ممكن تسهل أو كلها تقريبا ديزاينر والفاشن ما تفكر محجبة ان هي ما تقدر تلبس منها. وهاي العملية والخطوة ابدا مو صعبة، واعلم في برنامجي ان ان كانت محجبة وحبت انها تغير ما رح يتغير عليها شيء الا بس انها تسوي اشياء جديدة في طريقتها في لبسها. وان كانت ناوية تتحجب ما في شيء بيأثر عليها قبل ما كانت تتحجب. من خلال شارع الفن أحب أوصل إن رسالتي في هذا البرنامج أو في مجال الإنتاج أو في أي مجال رباب تتكلم فيه يكون مفيد ويكون واصل لقلوبكم. قريبا مع رباب، انتظرونا.